نشرة الأخبار من موقع صدى البلد، أهلا بكم. حضر الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم اختبارات كشف الهيئة للطلبة الجدد المتقدمين للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية، وكان في استقباله لدى وصوله إلى مقر الكلية الحربية الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربية، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة. أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان إطلاق حملة قومية للتطعيم ضد شلل الأطفال خلال الفترة من 19 من ديسمبر 2021 ولمدة 4 أيام، وذلك لرفع المناعة المجتمعية لدى جميع الأطفال من عمر يوم حتى 5 سنوات. وأوضح حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن الحملة تستهدف تطعيم ما يقرب من 17 مليون طفل من خلال 45 ألف فريق يضم 90 ألف عضو خضعوا لدورات تدريبية لإنجاز مهام التطعيم على الوجه الأمثل. أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه جاري الآن الانتهاء من تجميع الإحصاء النهائي لطلاب مرحلة الثانوية العامة سواء الدارسين بنظام الانتظام أو الخدمات أو المنازل. وأوضحت الإدارة المركزية للتعليم القانوني بوزارة التربية والتعليم أنه تقرر أن يكون آخر موعد لالتحاق الطلاب بالصف الأول الثانوي العام على نظام المنازل يوم الخميس المقبل 9 ديسمبر الحالي. أعلنت شركة جهينة للصناعات الغذائية تعديل مجلس إدارة الشركة بناء على اجتماع الجمعية العامة للشركة والذي عقد يوم 7 نوفمبر الماضي، وتعيين رجل الأعمال أحمد الوكيل رئيسا لمجلس الإدارة مستقلة، وكل من ابنتي رجل الأعمال صفوان ثابت، هبة ومريم أعضاء بالمجلس. نشر جريدة الوقائع المصرية قرار جهاز حماية المستهلك رقم 125 لسنة 2021 بشأن إلزام شركات إنتاج وتصنيع واستيراد وتوزيع السجائر بأنواعها وبدائلها وكذلك المعسل بأنواعه بطباعة الأسعار على كافة المنتجات بشكل واضح وغير قابل للمحو. أعلن الإعلامي أحمد شوبير نجم منتخب مصر والأهلي السابق عن عودة أحمد الأحمر أسطورة كرة اليد في منتخب مصر ونادي الزمالك للعب الدولي مع المنتخب الوطني. وجدير بالذكر أن نجح أحمد الأحمر قائد الفريق الأول لكرة اليد بالزمالك في تسجيل 3 أهداف في مرمى برشلونة الإسباني بربع نهائي كأس العالم للأندية لكرة اليد والمقامة بمدينة جدة السعودية في الفترة من 5 وحتى 9 أكتوبر الماضي، حيث واصل تألقه بكونه الهداف التاريخي للبطولة برصيد 200 هدف. وإلى هنا انتهت نشرتنا الإخبارية، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.